إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. خطت الرياضة النسائية في الكويت خطوات سريعة التطور وبرزت أدوار الكويتيات في مجال الرياضة وأثبتن قدرتهن على المنافسة العالمية في مختلف الرياضات مثل كرة القدم والسباحة، لعبة التنس، تنس طاولة وتنس أرضي، يعني هذا اللي أنا كنت قاعد أركز عليها وايد، وأيضا ألعاب القوى وغيرها. اليوم راح نتكلم أكثر عن رياضة التنس الأرضي مع ضيفتنا اللاعبة سارة بهبهاني، راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، إنجازاتها وش اللي تقدر تسويه أيضا وتشجع المرأة الكويتية على الرياضة، لكن من بعد ما تشوف هذا التقرير الخاص بإنجازاتها. رجعنا معاكم مع ضيفتنا في الاستديو سارة بهبهاني لاعبة منتخب الكويت في لعبة التنس الأرضي. حياة الله معنا، صباح الله بالخير. الله يحييك، صباح النور. يعني احنا شفنا التقرير وتحمسنا أنا وأسماء أن يعني نضم للمنتخب معاكم ونتعلم التنس الأرضي. إن شاء الله. إن شاء الله، ليش لا؟ هي بس أن لعبة التنس دائما أسس اللاعب من عمره وايد صغير. أنا. فعشان كذي تشوفين أكاديميات التنس اللي حتى برا الكويت إذا يبون اللاعب يدش بطولات ويأسس نفسه حق منتخب لازم يبدي من عمر وايد صغير. يعني ما ينفع نشارك ببطولات إذا تعلمنا الحين نسمع. ممكن، لكن إن تكون يعني كهواية محترف. ما يخالف هواية، المهم نوع من أنواع الرياضة الممتعة. أنا هذا اللي بتكلم فيه أستاذة سارة، يعني قبل الهوى وايد دردش معاك خصوصا بعمر الأطفال الصغار، وحضرتك أكيد بديتي من عمر صغير دام منك احترفتي في هذه اللعبة وهذه الرياضة. تأسيس في هذه المرحلة، مرحلة الطفولة، طبعا شلون ممكن يصير؟ هل في أحد اكتشفك مثلا بالعائلة؟ تكلمي عن مدرب أكثر، خلينا نوضح حق السادة المشاهدين. أوكي، أنا بلشت من عمري 9 سنين، هو عمر مو وايد مبكر. الحين نشوف اللاعبين يبلشون من عمر 4 حتى 3 سنين. أي. لكن حق مستوى الكويت إن أبلش من عمري 9 سنين لا بأس. اللي صار إن الوالدة كانت تلعب تنس لأنها كانت تدرس برا الكويت وكانت تحب الرياضة وايد، فلما ودتنا نادي الفتاة قالت لي اختاري لعبة تحبينها. طبعا أنا أحب ألعاب الفردية، وكان في فنون قتالية، مبارزة، تنس طاولة، لكن أنا كنت أبي لعبة تكون يعني outdoors، فاخترت لعبة تنس. جربتها أول شيء، مدربتي الأولى كانت لمارة، مدربة روسية، شافت فيني موهبة، قالت حق الوالدة إن لو تستمر أشوف إنها ممكن يعني أقدر أسسها إن تدخل المنتخب وتشارك في بطولات. فهذا اللي صار. لما صار عمري 10 سنين كانوا قاعد يأسسون منتخب تحت 12 سنة حق بطولة ألعاب العربية، وتأهلت، كنت من ضمن ال4 فتيات، شاركنا في البطولة على مستوى العرب، كان في مشاركات تقريبا 14 دولة وفزنا فيها بالمركز الثالث. نعم. يعني هو مو طبعا مو ذهبية، لكن في نفس الوقت إن أول مشاركة و14 دولة عربية إنجاز. طبعا فهذا اللي أعطاني دافع حتى أهلي أن أكمل في اللعبة. حلو. لكن لأن مستوى التدريب إحنا في الكويت يمكن مو وايد عالي مقارنة برا الكويت، فعلشان أوصل حق المستوى كان لازم أني أدخل معسكر تدريبي. حلو. وهذا التشجيع اللي برا الكويت كان المعسكر. نعم. فهذا التشجيع اللي حصلته من أهلي أنه كانوا يبعثوني حق التنس كامب. نعم. شنو المواصفات اللي المفروض تكون موجودة في لاعب أو لاعبة التنس الأرضي؟ هو أول شيء وأنت صغيرة ما راح وايد يدققون على التكنيك مالك كثر ما أن أنت مستمتعة في اللعبة حبتها، بعدين يشوفونك في البطولات هل أنت تحبين اللعبة بس كهواية ولا هل أنت تستمتعين لما تلعبين مباراة، لأن المباراة وايد فيها سترس. فساعات تلاقين لاعبة تحب تنس تستمتع في التدريب لكن تقول لك أنا ما أقدر ألعب مباراة، أتوتر و I don't enjoy it. فاللي صار أنا كنت أحب أتدرب عشان أفوز في مباريات. أيها. فهذا كان الدافع حقي أني أستمر في التدريب. حلو وايد، يعني وأنا أحس أن هاللعبة هذه بالذات فيها تركيز بشكل كبير، يعني لازم واحدة تركز مع هاللعبة هذه. كلميني عن الصعوبات اللي ممكن أي شخص مثلا حاب هالرياضة ممكن يواجهها خصوصا بالتكنيك يعني نفسه، هل إذا حسيت أنه والله الشخصية هذه أو الشخص بعمر صغير طبعا ما يصلح ممكن تقولين أنه أبدا ما ينفع ولا كل شخص ممكن يعني يبدأ فيها؟ هي لأنها لعبة فردية فدائما لازم تتعلمين أن تعتمدين على نفسك في الملعب، هي مو مثل كرة سلة أو ألعاب ثانية اللي في مجموعة معاك. فيعني الحلو فيه أنه لما تفوزين تدرين أن أنت أديتي 100% فكل جهودك أنت، فعشان كذي لازم تعلمين نفس الوقت لعبة التنس ما فيها وقت،
هو المباراة يعني مو مثلا ساعتين، فتلاقين المباراة ممكن تطول، لازم انت القوة الذهنية تكون عندك عالية، تقدرين تركزين من اول المباراة لاخرها. ففي ناس يشوفونها صعبة، لكن المدربين بسرعة يقدرون يشوفون اذا هذا اللاعب راح يستمر في اللعبة ولا لا. اي نعم. أي. فانا مدربتي كانت شايفة انه اوكي حابة اللعبة، ويعني شايفة إذا أنا كملت ممكن أتطور، فهذا اللي شجعني. نعم. سارة، كلمينا عن أبرز البطولات اللي شاركتي فيها وحققت إنجازات من خلال هذه البطولات. طبعا أنا شاركت في بطولات محلية، في نفس الوقت بطولة الخليج، دول إسلامية، بطولة العرب، آسيا، غرب آسيا، وبطولات دولية حق تصنيف عالمي. ما شاء الله عليك، يعني احنا دائما نشجع المرأة في كل المجالات، خصوصا بالمجال الرياضي. يعني احس ان هي فعلا لما تنطلق في هالمجالات هذه تبدع فيها وقاعد تحصل على انجازات عالمية. طب يعني هالرياضات هذه يعني احس انها تأثر على شخصية الإنسان، يعني صح. يمكن واحدة انت ذكرتي ان فيها تركيز وفيها الكثير من التكنيك العالي عند الشخص، شو اللي غيرت بشخصيتك بعمر صغير؟ يعني انا افكر وايد بالأطفال والبنات تحديدا. صح. احس الحلو انه يعني دائما لما اقعد ويا المدربه تقول لي مثلا سارة احنا هذا هدفنا، نبيك توصلين حق هني، فانا دائما اكون مركزه انه اوكي ابي اوصل حق هالهدف، شنو لازم اسوي عشان احققه. فاللي علمني انه اعتمد على نفسي، واذا بوصل حق شيء لازم انا اشتغل عشان اوصل، ماك شيء بالساهل. يعني صح. ما اقدر ما اتمرن واقعد البيت واعتمد على الحظ، لازم اتدرب، لازم احط ساعات تدريب. ولما كنت صغيرة كنت أواجه صعوبة أني أدرس وأدي زين في المدرسة وفي نفس الوقت أتمرن 4 ساعات في اليوم. شلون قدرتين زين؟ هم عمر صغير بعد أحس فيه صعوبة يعني مع الدراسة ومع الموهبة، شلون قدرتي تتخطين هالمرحلة؟ في البداية كنت أتمرن 1.5 ساعة في اليوم. لما أهلي ودوني حق المعسكرات التدريبية في أمريكا، اكتشفت أن لاعب التنس هناك بعمري يتمرن 6 ساعات في اليوم. طبعا 6 ساعات تنس غير اللياقه البدنيه. اي فلما رجعت الكويت حطيت لي مدرب خاص على اساس ازيد ساعات التدريب، لكن مستحيل اقدر اتمرن 6 ساعات في اليوم كوني طالبه في المدرسه. هناك سهل لان احتراف هناك طبعا. نعم. عندهم احتراف، وحق اللي اعمارهم صغيره في عندهم اكاديميه يدرسون وتنس كله في نفس المكان، احنا ما عندنا هالشيء. فحاولت كثر ما أقدر أزيد ساعات التدريب عشان أقدر أنجز. كنت أواجه صعوبة فيها شوية يعني، بس المدرسة دائما كانوا يشجعوني، المدرسين لما كنت أسافر يعطوني كل شيء أنا أحتاج أغطي بالفترة اللي مو موجودة أساس أرد ما يكون طايف شيء. يبون يعني بطلة الكويت يعني أهلاً وشافوا فيك فعلا يمكن مواصفات اللاعبة المميزة، وحبك وشغفك للعبة خلاش توصلين يعني ما شاء الله مستويات عالية جدا، صرت تدربين الحين. صح. تنس أرضي. كلمينا عن هذه التجربة، وأحس أنا اللي شفتيه قبل واللي مريتي فيه من تجارب عطاش دافع في أنك تدربين أيضا هذه اللعبة، خاصة أن قلتي من خلال حديثك أنه ما في وايد مدربين عندنا في الكويت. صح. أول شيء دائما كان يجون لي أهالي نبي ندخل بناتنا حق تنس، وين نوديهم؟ طبعا نوادي الشباب هني صعب انه يستلمون فريق نسائي. صح. فما كنت اشوف نادي في مستوى معين اللي ممكن اقول لهم ودوا بناتكم هناك، ففكرت انه ليش ما انا اصير مدربه، وبلشت في البدايه ادرب لكن بدون شهاده تدريب، كنت بس على حسب خبرتي. لكن اكتشفت انه في اشياء ما راح اعرفها بس بهالشيء، كون الرياضه قاعده تتطور، فقررت انه ابي يكون عندي شهاده تدريب. طبعا الاتحاد الكويتي للتنس جابوا فريق التنس الدولي اللي هم يعطونا شهادات دوليه للتدريب. وغطينا تقريبا 55 ساعه من كلاسات، والدوره كانت هنا في الكويت في الاتحاد. وعلموني شلون استلم اللاعب من عمر 4 سنين، وشلون اطور مهاراته لين يوصل 16 وسن عام. فطبعا الدوره هذه وايد علمتني ان شلون انا حتى لما يجي اللاعب عندي عنده ساعه تمرين معي شلون انسق الساعه هذه. فالحمد لله قمت احس اني واثقه من نفسي اكثر حتى كمدربه. وهذا شيء حلو يعني يضيف حق الشخص نفسه، يعني انت قاعد تطورين من نفسك في كل المجالات يعني، وهذا شيء وايد حلو حق المراه. طيب انا بتكلم عن نقطه وايد مهمه، اليوم في اي مجال دائما احنا نشوف لنا الشخص اللي هو يكون قدوه في هذا المجال علشان تحاولين توصلين حق هالمرتبه او اعلى منها، ليش لا يعني مع المثابره. منو اكثر شخصيه تتاثرين فيها في هذا المجال نفسه؟
طبعا في لاعب اسباني اسمه رافائيل نادال، دائما اتابعه، معروف جدا يعني. فاي بطوله يلعب فيها دائما انا لازم اروح احضرها. فتوى مثلا كان في عنده بطوله في فرنسا، كنت هناك وشفت الحمد لله فاز. فدائما احب اشوف لعبه، لان احس انسان لياقته البدنيه وايد عاليه، وايد ذكي في الملعب، القوه الذهنيه عنده مو طبيعيه. اشوف لمباريات خسران بس كثر ما هو يعني يشجع نفسه في الملعب يحول المباراه من خساره الى فوز، فدائما اتابعه. وهو القوه والحضور بالمكان هذا اكثر شيء ياثر على شخصيه الانسان يعني. نعم، هل راح تكتفين في الفتره هذه يعني في انك تدربين التنس الارضي، ولا في بطولات قاعد تستعدين لها؟ لا، دائما انا في بطولات استعد لها، لان لعبه التنس يمكن لها عمر معين. فكنت مفكره اني اوقف ويعني بس ادرب، لكن حسيت ان ابي اعطي بعد سنه او سنتين أشارك في بطولات، فأحاول أنسق بين ساعات تدريب حقي ونفس الوقت ساعات أن أدرب فيها. نعم، طيب أنا بتكلم عن مرحلة الطفولة، يعني بالكويت هني يعني حضرتك تشرحين قاعدة تدربين أطفال صغار، وتقولين من عمر 4 سنين، يعني اللي تشوف بنتها مثلاً أو ولدها عندها الموهبة أو وده مثلاً يمارس أي لعبة من الرياضة، شو ممكن أنتي تساعدين الأم؟ يعني شو ممكن تبدين مع الطفل نفسه؟ وحتى في أطفال يعني الأم تبي أنك لياقة بدنية، ممكن الطفل ما يكون متقبل، شو ممكن تتعاملين مع الأطفال؟ إحنا طبعاً في هالعمر لما يكونون صغار ما ندربهم يعني one on one، نخليهم مجموعات، لأن إحنا ما نبي ويحس أن اللعبة صعبة، كونها تنس مو وايد سهلة في البداية ويكرهها ويطلع. فاحنا نحطهم مجموعه على اعمار معينه ونخليها تكون فن وتيم ورك اكثر من ما بس تكنيك، فنحببها باللعبه في البدايه لين ما يوصل عمر 10، بعدين نحاول ناسسها اكثر ونشوف اذا يحب يلعب مباريات، يحب كومبيتيشن ولا بس يبيها هوايه، بعدين نحاول نطوره من هناك. لكن في السن يكون 4 سنين إلى 10 سنين يكون بس انه يحب اللعبة ويمارسها ويستانس، وهو يشجع نفسه أنه أبي أي تمرين. نعم، يعني أيضا حلو في الموضوع أنه في تدريب أيضا للشباب الصغار، يعني ومعاك فريق يعني ما شاء الله عليكم قاعد تشتغلون على هذا الموضوع، معاك الكابتن أحمد دشتي وحسين دشتي. صح. شلون هي التعاون معاهم وشلون شايفة روح التعاون في هذا الفريق؟ أحمد وحسين دشتي هم لاعبين منتخب قدامة، فيو قالوا لي نسارة إحنا حابين نفتح مثل يعني مثل مكان تدريب للتنس أكاديمية يعني. فقلت لهم أوكي، أنا وايد حابة هالشيء، ودائما كنت أقول لمن أوقف تنس ما راح يعني أطلع من هاللعبة وخلاص، بتتمين فيها يعني، بتتم فيها بالضبط. فالطريقة الوحيدة أني أتم فيها أن أصير مدربة. صح. وكون أن في الكويت ما عندنا مدربات نساء، ففكرت أنا أبي أسس معهم الشغلة هذه، فبلشنا احنا مع بعض وخذينا نادي في صحارى، عندهم ملاعب تنس هناك، عندنا طبعا ملعب واحد كبير وملاعب صغيره حق الاطفال، فبلشنا ويا بعض وكلنا صار عندنا الحين شهادات تدريب، كلنا مدربين يعني سيرتيفايد، والحمد لله يعني قاعد نحس ان لعبه التنس صارت مشهوره اكثر. قبل يعني الكويتيين مو وايد يحبون التنس ومو وايد يتابعونها، طبعا لان الجو حر هم مو وايد ناس يلعبونها الحين، بس بشكل عام احس ان التوعيه الرياضيه زادت في المجتمع، ولعبه التنس صارت محبوبه اكثر من قبل، فوايد اهالي حابين يدخلون عيالهم، فهذا شيء هم وانا بقول يعني نيابه عن ما جرب اللعبه يروح يجربها، ترى وايد حلوه وممتعه. صح. جدا. صح. يبي لها تركيز، انا جربت مره امانه يعني حبيت اللعبه وايد. ابي بس تقولين حق اولياء الامور اليوم، شنو ممكن الطفل يستفيد من لعبه التنس الارضي اذا انضم حق فريقكم طبعا من التدريب؟ صح. هو طبعا يعني ان اطفال يكونون في الرياضه بشكل عام وايد زين، من ناحيه اوكي انه يتعلمون على الهيلثي لايف ستايل، وانه طبعا وبنفس الوقت يستمتعون في شيء مو بس دراسه. وطبعا لما يكونون بعمر صغير ما يركزون برياضه واحده، فوايد زين ان الاهالي يدخلون اطفالهم في اكثر من رياضه على ما هو يختار شنو اللي يبي، لان اذا يعني اهالي فرضوا اللعبه على الياهل ممكن هو ما يحبها. نعم. وبنفس الوقت تقوي شخصيته، يتعلم شلون يتعامل
مع شخصيات ثانية، أطفال ثانيين، جنسيات ثانيين، مستويات ثانيين، ويحترم أن أطفال ثانيين. فدائما الديسيبلين هو أول شيء. نعم. فإحنا دائما نعلم الطفل مثلا إذا أنت قاعد تتدرب بتروح تشرب ماء لازم تستأذن من المدرب. حلو. فنعلمهم هالأشياء فننمي. نعم. فيهم شخصية. حلو. وروح تصير رياضية. طبعا. طبعا أكيد الإسعافات الأولية عندكم مهمة وعندكم إسعافات أولية صح؟ أي. أتوقع أسماء هذا الموضوع مهم في كل مكان. حلو أن الواحد يأخذ دورة في الإسعافات الأولية بحيث أنه يكون ملم بهذه الأمور، خاصة الأمهات، لأن عليهم مسؤولية كبيرة في أنهم يحافظون على سلامة أبنائهم في البيت. فإحنا عندنا تقرير خاص في هذا الموضوع، الإسعافات الأولية شلون ممكن نتعلمها، تفاصيل ممكن احنا ناخذها احيانا اونلاين، وفي دورات على فكره خاصه للاسعافات الاوليه، راح تتابعون تفاصيل كثيره من خلال هذا التقرير. يعني كذي معلومات بسيطه يمكن تكون بالنسبه لنا لكنها جدا مهمه، تنقذ حياه الالاف من الناس، مجرد ان احنا يكون عندنا هذه التوعيه جدا مهمه، خصوصا شاي الضحى برنامج نسائي يهتم في هذه الملاحظات. أهلاً. شكرا اكيد لك استاذه ساره بهباني، جدا استمتعنا معك في هذا اللقاء. انا بعد يا رب اتمنى اشوفك دائما في المراكز الاولى في كل مكان. امنيه لك النادي ان شاء الله. حياكم الله. لا انا وعدتك ترى راح اجي لك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. للامانه استمتعنا وايد في هذه الحلقه، كانت متنوعه اسمع حلقتنا اليوم. بدينا مع سبو الأظافر، ختمنا مع الرياضة والإسعافات الأولية. علشان نوري المشاهدين أن المرأة ترى ملمة بكل شيء. طبعاً. وتحب تهتم في كل المجالات، يعني سواء تهتم بنفسها، تهتم أيضاً في تطوير مهاراتها. فالمرأة دائماً تحب أن اللي يركز عليها، عرفتي؟ نفس الوقت هي عندها القدرة أنها تمارس كل المهمات، لكن يبي لها شوية اهتمام، والاهتمام موجود إن شاء الله إذا كانت المرأة عندها هالطموح. الاهتمام والشغف. حلو أن الواحد يكون عنده شغف في الموضوع اللي يبي يسوي. أنا عن نفسي بصراحة أحب أجرب شغلات جديدة وايد، يعني اللي الشغلة اللي أحبها أكمل فيها، اللي ما أحبها اسمي جربت، مو غلط. إي صح. وأنا بسألك يعني سارة قبل ما نختم حلقتنا اليوم، لك هواية ثانية بعيدة عن الرياضة؟ أبي شيء ما له شغل بالرياضة، يعني تصدمين كذي فيه. أحب أسافر وايد. أوكي كنا نحب نسافر. بس لا أنا توقعت بتقولي لي طبخ شيء كذي، مطبخ ما مالك بهالامور هذه، كل شيء بلا مبين لا يعني. فاشن ميك اب طبعا، بس في اهتمامات اكيد في هذا الجانب، بس نعم. انه شيء واهتم فيه وايد. أي. كثر رياضتي مثلا ما احس عندي شيء ثاني. مركزه يعني على الرياضه، على الموضوع هذا. وموفقة إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. فعلا حلقتنا اليوم كانت فيها الكثير من الأمور، ودائما نحاول أن نسلط الضوء على المرأة في كل المجالات. شكرا للمشاهدين على المتابعة. أبشرين نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، تابعونا باكر، والحين نقول لكم مع السلامة.